هذا السي دي اللي هديه لحضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وحضرها الأنبا موسى صديق العمر الفاضل، وحضرها أنبا موسى أسقف الشباب. أسقف الشباب. دلوقتي أنبا موسى بيقف قدام الميكروفونات يقول لك إصلاح إيه اللي بتقولوا عليه؟ الكنيسة مش محتاجة إصلاح. حضرها وبصوته، وحضرها وتكلم بصوته، وأنا أعرف صوته جيدا، الأب أناستاس الصموئيلي، وأيضا أسقف من المعادي اسمه الأنبا دانيال ما أعرفوش، وآخر. وهذه اللجنة بالصوت اللي حضرتك تقدر تحطه دلوقتي على طبعا أنا لازم أتحقق الأول إيه ده عشان تسمعه، بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلامهم يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص. 80 و200 شخص، و200 شخص بالصوت أهو. وإذا ما كانش ممكن إن السي دي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج ده طبعا ما أقدرش، إحنا ممكن نسمعه لأي حد عايز يسمعه على السايت بتاعنا، من 80 ل 200 شخص. وانتهت هذه اللجنة برئاسة الأنبا باخوميوس، وعرفت بلجنة الأنبا باخوميوس، إلى أن عدد الذين يشهرون إسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة، لا ما مش ال 50,000 طول ال 36 سنة يعني. طيب لو ضربتها في ال 36 سنة هيبقى 1,000,008. هنقول انه مش بالظبط كده 50، هنقول انه 1,250,000 على الأقل تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم خلال هذه الحقبة، مع العلم أن اللجنة بالصوت على هذا السي دي بتقول أن هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف، والناس كانت تستطيع أن تقول لا، والسي دي أهو.